بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وبسمه امل جديده. بسمه امل النهارده عايزه تقول لك فكره والله العظيم لو مشيت بيها في الحياه تفضل مبتسم طول عمرك. فكر قبل ما تحكم. يعني لما تشوف حاجه قدامك ما تتسرعش يا اخي، ما تقومش على طول كده هاجم وغلط وما ينفع يا اخي. فكر. احكي لكم قصه دمها خفيف، وهي قصه حقيقيه بس هي دمها خفيف. يعني هي الست كانت قاعده مستنيه في محطه القطر، مستنيه القطر بتاعها لما يجي. الكلام ده كان في انجلترا. فهي قاعده في محطه القطر بتاعها وجعانه شويه، فقامت قايمه جايبه كيس فشار وحلويات، وقامت حطاها جنبها على الكرسي اللي هي قاعده عليه، وبدات تاكل من كيس الفشار بتاعها شويتين. وقامت جايه بنت شابه صغيره اصغر منها بشويتين، وقاعده ايه على النص التاني من الكنبه اللي هي قاعده عليه. واذا بالمفاجاه، البنت الصغيره الشابه كل شوية تمد ايدها في كيس الفشار بتاع الست وتاخد منه وتاكل. الست هتتجنن، ايه ده، ايه الجرأة دي؟ دي مش جرأة، دي اكتر من كده، يعني دي وقاحة يعني. والست كل شوية البنت الصغيرة تقوم مد ايدها وواكلة، والست مش مصدقة، يعني لدرجة من كتر ما هي غضبانة بدأ وشها يحمر، عايز تمسك البنت تضربها او تزعق فيها. إيه قلة الادب دي، ازاي تاخدي من كيسي؟ والبنت تبص لها وتبتسم. الست تقوم مقربه كيس الفشار منها، الست الكبيره تقوم بعد كيس الفشار عن البنت الصغيره، تقوم البنت مد ايدها وحاطه ايدها جوه الكيس. الست مش مصدقه، ايه ده، انا ما شفتش كده، هو الجيل الجديد بقى وحش كده؟ لغايه ما في الاخر البنت بقى فيه شويه فشار صغيرين، والست بتحاول تسحب الكيس، قام البنت بصلها ومبتسمه لها وفتح الكيس واكله شويه الفشار اللي باقيين واخده بعضها ومشي. الست في منتهى الغضب وطلعت القطر وهي بتقول ازاي ما شتمتهاش، ازاي ما بهدلتهاش، زعلانه من نفسها يعني ان ازاي خدت الفشار بتاعتها وهي ساكته من المفاجاه. قعدت في القطر وهي غضبانه كده، وبعدين فتحت الكيس بتاعها، فتحت شنطتها، فاذا بكيس الفشار موجود بالكامل. اتاري كيس الفشار ده كان بتاع كيس الفشار التاني ده كان بتاع البنت والبنت بتاكل من كيس فشارها، والست فاكره ان ده بتاعها وناسيه ان هي كانت حاطه الكيس بتاعها في شنطتها. فتحت شنطتها لقت الكيس زي ما هو، اتاريها غضبانه من البنت والبنت بتاكل بتاعها هي مش بتاكل بتاع الست. ايه رايكم؟ يا عم فكر شويه قبل ما تحكم، اهدى بس شويه، اهدى قبل ما تتعصب وقبل ما تخش في خناقة. يا سلام على حلاوة القرآن لما سيدنا سليمان قال ما لي لا أرى الهدهد، وبعدين أم قايل إيه، أم كان من الغائبين، هو مش موجود ولا أنا اللي مش واخد بالي. يعني قبل ما تقول وهعمل وهسوي، يعني الأول اسأل، الأول فكر، الأول قوي ملاحظتك. قصة لطيفة مش كده؟ بس صدقني والله هتعيش في بسمة وهتعيش في أمل طول ما انت بتفكر قبل ما تتخانق وتتعصب وتتخانق مع الناس. يعني ايه، هيطلع في الآخر كيس الفشار يعني عندك وانت مش واخد بالك. خلي بالكم، ربنا يسعدكم ويجعل حياتنا كلها بسمة أمل، والسلام عليكم ورحمة الله.